ومن فرنسا هنروح معاكم للصين، وتوقف دوري الصيني لكرة القدم مرة تانية بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية في الصين بعد شهر واحد من رجوع المسابقة لنظامها القديم بلعب كل فريق على ملعبه لأول مرة من سنين، يمكن كمان تحديدا من سنتين. كشفت شبكة تويترز أن سياسة البلاد بشأن فيروس كورونا اتسببت في الكثير من الاضطرابات في المنافسة لحد دلوقتي. وقال كمان البيان أن تأجيل 15 مباراة هيحصل خلال الأسبوع ده نتيجة للقيود اللي ممكن تؤدي لإغلاق أكيد مدن بأكملها، وجاء قرار الحكومة الصينية بسبب اكتشاف عدد من الحالات الجديدة.